ياسر بقولك ايه؟ تفتكر ايمي حامل فعلا؟ يوسف ما في احد يمزح في هذه الاشياء. يا ممكن تكون حامل يعني، بس مش معنى كده ان ده مني. يعني ايش؟ يعني عادي، يعني ممكن يكون اي واحد تاني. ولا ايه؟ انا مو فاضي لك. ايه؟ ايه؟ ساكت ليه؟ لا مفيش. انا ظبطت مع مو علشان وادي دجله. هاخد منه السليبنج باج بتاعته، هو كان اشترى واحده السنه اللي فاتت لما راح لوحياته. طب كويس. قولي اتصرفت خلاص؟ في ايه؟ انت لحقت تنسى؟ في الكورس اللي هتنجحني فيه؟ هو مش عارف، هو الموضوع ده لازم؟ طبعا لازم. هو انت مش قلت انك هتساعدني؟ بس ده غلط يا شريف. فعلا انت شايف كده يعني؟ معلش اصبر، فاكرك هتقف جنبي وقت ما احتاجك. مكنتش اعرف انك هتعمل كده. انت لو كنت بتحبني كنت ساعدتني يا اسماعيل. هاي مالك ازاي؟ ايه عندك مشكلة مع مين المرة دي؟ ليه مشكلة ايه بس؟ يبقى جاي تسألي عليا. أنا كنت جاية عشان عايز أسألك على انتخابات اتحاد الطلبة، لو حبيت أرشح نفسي ايه مطلوب مني؟ يا أنت ما تضيعيش وقت. طب اقعدي ثانية أخش أجيب لك استمارة الترشيح. أوكي. معلش المكان مكركب شوية. لا مفيش مشكلة. تامر هو أنت رئيس الاتحاد بقالك قد ايه؟ بقالي 3 سنين، منهم سنتين باكتساح. اهي القطر. انتي فكرتي هترشحي نفسك فيه؟ انا شايف انك ممكن تكوني رئيسه كويسه جدا للجنه الاجتماعيه. ميرسي، بس قولي لو حبيت ارشح نفسي رئيسه اتحاد الطلبه هتبقى نفس الاستماره دي ولا هحتاج تجيبي واحده غيرها؟ بك في شيء؟ لا ما في شيء. بلا في شيء قوليلي. ما في شيء. بابا وصل مصر وجاي يقابلني وانا مره خايف. ما فهمت شو المشكله انه تقابلي بيك. بابا مفكر ان انا بدرس بزنس وما يعرف اني حولت كليه اعلام. وليه ما بتقولي له؟ لانه يبغاني اشتغل معه في شركته بعد ما اتخرج وانا ماني عارفه شو اسوي. ما تخافي، مين بده يعرف هو اصلا؟ اكيد مش رح يعرف. انا فيت اتحمل. ألو، ممكن أطلب تاكسي؟ موسي أنا مش عارفة أشكرك إزاي.
لا عادي مفيش مشكلة. أمي كانت هتقتلني لو عرفت إني عيد الكورس. أنت بجد أحلى صاحب في الدنيا. طب يلا غينا. استنى، أنا كنت عايز أعرف أنت تعمل إيه بالظبط. أنا هوصل الكمبيوتر بتاعي بالكمبيوتر الكبير بتاع الجامعة لحظة ما بيعملوه على الباك أب سيرفر. وده هيحصل إمتى؟ ده هيكون كمان بالظبط 3 ساعات و16 دقيقة و14 ثانية. إحنا لازم نتحرك على فكرة. إسماعيل، هو الكمبيوتر بتاع الجامعة ده ممكن أي حد يوصله؟ لا طبعا ممنوع الدخول. طب لو حد شافك جوه؟ هتمسك وترفض. انا بحبك قوي يا اسماعيل بجد. طب احنا كده هنتاخر. مساء الخير. هاي حسين، ازيك يا ملك؟ ممكن اقعد؟ اه طبعا اتفضل. مبروك. مبروك على ايه؟ على ترشيحك لرئاسه اتحاد الطلبه. انت عرفت منين؟ عرفت من الجامعه اونلاين. بس انا مش متفق معاكي خالص يا ملك في الطريقه اللي انت اعلنتي بيها ترشيحك دي. طريقه ايه يعني؟ مثلا كان ممكن تعلني ترشيحك بشكل اقوى من كده بكتير. قرارات ملك الخطيب الطالبه في اول سنه في الجامعه ترشيح نفسها لمنصب رئيس اتحاد الطلاب وتعد هذه المره. انت مش تعرفي ولا ايه؟ لا خالص. مش غريبه شويه دي؟ ليه يعني؟ انت مش شايف ان يستاهل انه يتنشر عني خبر زي ده؟ لا طبعا مش قصدي، بس انا رايي ان اللي كتب الخبر دوت ضيع عليكي فرصه انك تعلني ترشيحك بشكل اقوى من كده بكتير. يعني كان المفروض اعلن عنه ازاي؟ هذا هو اللي ترك السعوديه عشانه؟ لامم حواليك شويه نصابين قاعدين يفهموك انك حتسافر وتلعب في اوروبا وفي الاخير سرقوك. انا حسافر يعني حسافر وحلعب برا، ولو كان هذا نصاب فاللي بعده مش حيكون نصاب. انت ما تبي تلعب كوره، انت تبي تعصيني وبس. انت تشوف الشيء اللي انا ابغاه وتسوي عكسه. انت اللي دائما واقف ضد اللي انا ابغاه وتحاول تقنع نفسك اني انا بسوي كذا عشان اعصيك. انا تركت السعوديه علشان ابعد، علشان اقدر احقق اللي انا ابغاه. صار لعب الكوره هذا اللي انت تبغاه؟ انت مجنون. حتى لو كنت انا في السعوديه وانت في مصر، انا مستحيل اوقف اتفرج عليك واشوفك انت تضيع نفسك على شويه اوهام. الكوره ما هي اوهام، وانا حسافر وححترف برا، ولما يصير هذا الشيء بتقول لكل الناس انه هذا ولدي. بس ابغاك تتذكر انك كنت واقف ضدي. حتى لو هذا حصل، ساعتها ما راح اقول انك انت ولدي. تفضلوا. ميرسي. حلو المطرح. ايه والديكار كمان. ايه كتير. مساء الخير، حابب تطلبه دلوقتي؟ لا. طيب انا بمعك شوية. سيبكوا تفكروا شوية. بس انت رزع نفسك يا ماما. سيبه. اسيبه؟ اقصد انه ما جت له الفرصه، واكيد مع الوقت حيفهم اللي نفسه فيه ما راح يصير وحيبدا يركز في مستقبله اكثر. طيب والاخلاق والكذب اللي كذبه علي والصريخ والفلوس اللي صرفها؟ لا لا يا سمر، الموضوع ما هو موضوع كوره وبس، اخوك انسان قليل ادب. ايش في يا سمر؟ هو انا ما اخرك عن حاجه يا بنتي؟ لا، المفروض انه عندي ايميل ابغى ارسله للدكتوره قبل الساعه 7. انا اسف يا بنتي طولت عليك. ليش اخبار مذاكرتك؟ الحمد لله. مكتبك محجوز عندي في الشركه، مديره التسويق سمر البنان. وليش؟ اكيد طبعا يا بابا. خلي بالك من نفسك يا سمر. هو ده المكان. ما تبصيش ما تبصيش، خليك ماشي على طول. انت هتدخل ازاي؟ انا هتصرف. مش خايف حد يشوفك جوه؟ لا لا ما تخافيش، البيبان كلها الكترونيك فمفيش امن عند السيرفر. بصي انت هتسبقيني بخطوه وهتمشي على طول، مفيش دعوه بيا. هنتقابل عند المكتبه زي ما اتفقنا، اوكي؟ بس ما ينفعش حد يشوفك هنا. يلا سبقيني.
اسماعيل ايه؟ خلي بالك من نفسك.